الفدائي وسام ابو علي وهاتريك جديد في الدوري الممتاز، 18 هدف لوسام ابو علي و19 انتصار متتالي لمارسيال كولر مع النادي الاهلي. رباعية الاهلي في المقاولون العرب، وسام ابو علي 3 اهداف وبيرسيتاو مع اللمسة الاولى والهدف الرابع. الاهلي ينتصر وقطار الاهلي لا يتوقف في محطات، قطار الاهلي عارف طريقه وهو تحقيق لقب الدوري الممتاز. مباراة لا اجمل ولا اروع من كده، والاهلي نفسه مفتوحة امام المقاولون العرب. النادي الاهلي بداية حماسية من لعيبة النادي الاهلي وضغط في كل ارجاء الملعب على المقاولون العرب، انتصر النادي الاهلي وحقق بطولة الدوري. مبروك للاهلي وجماهيره، الدوري في الجزيرة، والنادي الاهلي دائما مصدر السعادة في الكرة المصرية، مصدر السعادة لجماهيره، والدوري دائما موجود مع الشعار ده. ده شعار البطولات، شعار الانجازات، شعار تحقيق الطموح دائما داخل جدران القلعة الحمراء. مبروك للاهلي الانتصار، مبروك الدوري للنادي الاهلي وجماهيره.